طلب ويحرك ماشي كده. التحية متجددة بحضراتكم مشاهدين الأعزاء، الأشواط تتواصل، شوط ينتهي وشوط يبدأ من الجديد في صباح هذا اليوم، وضمن هذه الشارة اللي أتت من سموه الكريم حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة التي نعيش افراحها في صباح هذا اليوم. نسير مع انطلاقة شوطنا الثالث عشر في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة الإبكار، ونسير إلى الصدارة نتابع المقدمة والمركز الأول اللي تنطلق على مقدمة هذا الشوط. هذه هي قصايد لسالم بن سعيد بن عبيد بن حميد بن بدر اللي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما الانتقال إلى المركز الثاني وأشوف هنا شعار خميس بن مسلم بن سليم الزرعي اللي يحتل المركز الثاني مع شعه اللي تنطلق في تحدي هذا الشوط على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الغادمة في هذه اللحظة المتميزة من خلال هذه الاندفاعة الجميلة حاملة رقم 5 ولكن ليس بمدونة، بينما المركز الرابع رابع المراكز هناك الانطلاق من شعار مطر بن عبد الله بن نومة الاكتبي. هكذا هي النتيجة للأربعة المراكز الأولى. أعود إلى الصدارة وإلى المعركة الأولى، ما شاء الله وتبارك الله، هذا هو شعار أبو عامر اللي يقدم لنا شعة على مقدمة هذا الشوط ليبحثوا عن النقطة الثانية من خلال انطلاقته. هذا الشعار في صباح هذا اليوم سلوم خميس بن مسلم بن سليم الزرعي على فوز شعة، والنقطة الثانية المركز الثاني اللي أتت فيه مشاهدين الأعزاء حاملة رقم 5 المركز الثالث، المركز الثالث اللي احتلته مشاهدين الاعزاء اللي هي الشاهنيه مطر بن عبد الله بن نومه الاكتبي. هكذا هي النتيجه للثلاثه المراكز الاولى. عوده بالتهنئه الى مالك شعه، التوقيت الزمني دقيقتين واربعه عشر ثانيه. تهانينا والناموس لخميس بن مسلم بن سليم الزرعي على هذا الفوز.